اقترحنا على رئيس المملكة السعودية لقدام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليه مجلس الوزراء شاكرين المجلس ما بذله من جهد. اولا هذا ليس حلم، هذا واقع سوف يتحقق ان شاء الله. اهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبته وإرادة الشعب السعودي. امرا ساميا يجيز للمرأة قيادة السيارة. ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ بسم الله وعلى بركة الله حلق فوق أغلاق. كيف نكون فخورين في وطننا؟ كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم؟ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني ثم ليكي ووطني. يطيب لي أن نرحب بكم قمة الرياض. نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيما اسمه المملكة العربية السعودية.